النهارده قريت خبر انه هيبقى في دوري مصري للالعاب الالكترونيه، وانه في اتفاق ما بين الاتحاد المصري، في اتحاد مصري للالعاب الالكترونيه والاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه لاقامه هذا الدوري. افهم انا وحضراتكم تفهموا معايا وكلنا نفهم من الاستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه. يا فندم مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا. اهلا بيك يا استاذ كريم والاخوه المشاهدين. طيب ممكن حضرتك بقى تفهمنا تفاصيل هذا الاتفاق واقامه دوري للالعاب الالكترونيه؟ والله بص، هو لسه الاتفاق، لكن هو بنقول اتفاق لان احنا اتفقت الاراء. حلو. ده نعتبره اتفاق يعني. على ايه بقى؟ ان اساسا لعبه فيفا هي متسميه باسم الفيفا الدوليه. وكان في بطولات مصر بتدعى لها، في نوعين من البطولات العالميه، كاس العالم لكره القدم الالكترونيه فيفا اسم اللعبه اللي هي اسم الاتحاد الدولي، وفي حاجات بطولات كاس عالم للي بيلعب مع نفسه وبيصنف على السيرفر، وكانت اخر مره في لندن للافراد. احنا ما وفقناش، بس وصلنا للنهائيات على منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، وخرجنا في اخر مرحله قصاد جنوب افريقيا. عظيم. ليها نظام كده يعني، اللعيبه عارفينه. دي اسمها بطوله النيشن، وبيعملوا بطولات ساعات تبقى مشتركه بين اللي بيلعب كره قدم الكترونيه من خلال بلاي ستيشن او من خلال البي سي، واللعيبه الحقيقيين اللي في المنتخبات. يبقى في فريق بيجمع بينهم. الانشطه دي كلها بتقام وبيبقى ليها جوائز كبيره وبيبقى عليها اقبال. تمام. احنا قعدنا كاتحاد حوالي 4 سنين. اتحاد الكرة ما كانش جاهز للاتفاق. ليه؟ اتحاد الكرة بيجي له هو الدعوة، مش احنا كاتحاد العاب الكترونية. بيلجأ لينا على اساس ان احنا الاتحاد المعني وفقا للقانون بكل ما هو العاب الكترونية، واحنا بنتفق. طب يا جماعة، احنا مش عايزين نيجي كل ما يجي دعوة نبدأ نجهز نفسنا ونشوف المصنفين ونبدأ نعمل. طب ما نعمل دوري ونعمل كاس ونعمل سوبر زي الدوري العادي. يبقى في دوري كرة قدم الكترونيه، في كاس مصر، في كاس سوبر، في دوري لمراكز الشباب، لان الموضوع بقى منتشر جامد جدا على مستوى مصر والعالم، وعليه اقبال غير عادي للالعاب الالكترونيه. الكوره ليها لعبتين، لعبه الفيفا وتغير اسمها هيبقى اي سبورت. ما هو انا بقى انا معلش، ما هو ده السؤال، انا ما كنتش عايز اقطعك والله، بس عشان هو دلوقتي الفيفا ما بقاش ليها علاقه باللعبه خلاص، بقت لعبه اسمها اي سبورت، دي خلاص احنا فهمناها. هل الفيفا ما زالت بتعمل بطولات؟ طبعا ما زالت بنفس اللعبه ولا لعبه ثانيه؟ هو الاحتكار بس والاسم هو اللي انتهى. مفهوم. لكن هم عايزين يدوا امبريلا برعايه للعبات كلها عشان يحسنوا الدخل اللي بيجي من الالعاب الالكترونيه. عظيم. كترند عالمي والايرادات بتاعته كبيره جدا والاقبال عليها عالمي. طيب انا سؤالي هنا، انا عندي معلومه ومعرفش تعرفها ولا لا، بغض النظر يعني تصححها لي او لا، بس كان في احد رؤساء اتحادات كرة القدم المصرية، مش الحالي يعني، لما جات له دعوة من الفيفا من هذا النوع تجاهل هذا الأمر، وقال يعني قال ما يا جماعة بلاش هزار، دي حاجات هزار وحاجات مش مهمة. ما عرفش سمعت عن ده ولا لا، بس حتى لو ما سمعتش قول لنا مدى تأثير ان احنا ما نبقاش موجود في المجتمع ده. ايه تأثيره المالي يعني؟ هو اللي هو كان رئيس احد اللجان، مش الاتحادات، مش هقدر اقول رئيس الاتحاد. حبيت بس ايه، حبيت ما شيرش ليه قوي يعني، فقلت اقولها. لا انا كنت بروح يعني بنسعى دايما. تمام. لان احنا بنبقى التلبيه عايزين شبابنا ما يتحرمش من بطولات عالميه. تمام. العالم كله بيبص عليها وبيتابعها، وشباب العالم كله باصص عليها. ما كناش شايفين سبب ان احنا ما نتفقش. ليه؟ الدعوه بتيجي باسم اتحاد الكوره.
طيب احنا ليه ما نتفقش مع بعض؟ الوحيد اللي اعترض مش اعترض، قال انا جاي مؤقت لما يبقى في مجلس منتخب ياخد قرار اللي هو عايزه. لانه كان بيبقى في صدام بحاجه ان الدعوه بتجيله لكن احنا المفروض نشارك. واحنا قلنا لهم في اتحاد الكوره نشتغل زي كل دول العالم الراقي. طيب اللي هو ايه؟ اتفضل. اتحاد الكوره المعني وبتجيله الدعوه بيوحلها لاتحاد الالعاب الالكترونيه. واحنا في الاخر بنمثل مصر كلنا، ولو في اي نوع من الاتفاقات طب ما يلا نحط ايدينا في ايدين بعض. صح. يعني طيب. فيها ايه؟ ما في الاخر شباب مصر. طب استاذ شريف، بالمناسبه النسخه الاخيره من اللعبه يعني اللي هي اتغير اسمها، كنا سمعنا ان ممكن نشوف النادي الاهلي في هذه اللعبه، ما لقيناش النادي الاهلي. قال لك ممكن نشوف منتخب مصر، ما لقيناش منتخب مصر. قال لك لا، انت ممكن تشوف الدوري المصري بالكامل، ما شفناش الدوري المصري بالكامل. هل ده تقصير من عندنا ولا هم اللي مش عايزيننا ولا ايه؟ لا هو مش تقصير. هو لسه النواحي القانونيه والحقوق، لان هو لما يقول النادي الاهلي يبقى لازم النادي الاهلي يمضي ان اسمه يستخدم، لان هم عارفين ان النادي الاهلي شعبيه كبيره، اسامي لعيبته اللي هتبقى سيموليشن او حاجه مشابهه ليها بنفس الاسم بنفس اللعيبه بيتم اختيارها انه بيلعب باسم النادي الاهلي، لازم النادي الاهلي ياخد حق ده اسمه. كلها اتفاقيات قانونيه. لسه ما جهزتش او ما اتفقوش على العائدات هتكون ازاي، لان ده بيخش بقى فيها قوانين حمايه ملكيه فكريه ونواحي الشركات راعيه والشركات اللي بتبقى راعيه اعلانات واسم. طب استاذ شريف معلش برضو انا عايز ابسط الموضوع شويه. لما يبقى نادي في مصر او الدوري المصري او الاتحاد ودخل في تعاون مع اللعبه بياخدوا اكيد ارقام كبيره جدا بسبب حق استغلال اسمه والكلام ده كله، انا فاهم صح ولا غلط؟ طبعا. بياخدوا ارقام ماليه كبيره. طبعا. في متوسط يعني لرقم او حركت عندك معلومات بهذا الشيء؟ انديه اخرى في العالم خدت ايه منتخبات او لا تحضرت. الارقام ما تحضرنيش لان انت خلي بالك احنا اتحاد العاب الكترونيه رياضات الكترونيه مش لعبه وحيده. وموضوع الكوره بالذات اللعبة دي بيتداخل معانا اتحاد الكورة، يعني في لعبة تانية في الاي فوت اللي هي اسمها اي فوتبول اللي كان اسمها بيس قبل كده. دي مفيش اتحاد كورة بيخش فيها. فدي احنا اللي بنروح نشارك، يعني احنا كنا في كأس العالم في رومانيا كان فيها اي فوتبول، كنا في بالي السنة اللي فاتت كان فيها اي فوتبول. صحيح. السعوديه فيها اي فوتبول. صحيح. ما كانش في اي نوع من التعارض بالنسبه لنا مع اتحاد الكوره. احنا كاتحاد اللي قلنا يا اتحاد الكوره طالما لعبه الكترونيه طيب ما ايا كان اسمها او المالك ليها ما نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نزود قاعده الانتشار والممارسه ويبقى عندنا البطولات المحليه. صحيح. اللي في الاخر لما نيجي نعمل حد بيلعب باسم مصر نجيب احسن العناصر. عظمه جدا، عظمه جدا. استاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات المهمه.